ماذا أسمع؟ شخص ما يريد أن يأكل؟ سيأتي الشيف دائماً للإنقاذ؟ لا أحد سوف يطعم حفيدتي طعام لذيذ مثل الجدة. أنا آتية. أختي تريد أن تأكل. سآتي لإنقاذك. أنا جائعة، أريد أن أكل شيئاً لذيذاً. لنبدأ بأشياء بسيطة. حضروا لي بعض البطاطس المقلية. سهل، سيتم الأمر. أريد فقط أن أتعلم الطبخ. بينما يقوم الجميع بتقشير البطاطس، سوف أسكب الزيت. بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه الكثير من الزيت. حسناً، الزيت يغلي تقريباً، مما يعني أن الوقت قد حال لصب الشرائح النهائية من البطاطس. لا، قف. أوه، إنه يتناثر. حار، ساعدوني. ماذا تفعل؟ بسببك كان أن يقصفنا الزيت المغلي. يجب سكب الزيت بكل حذر، ثم ستقلى البطاطس بالتساوي. سادام، لا شيء صعب. البطاطس المقلية جاهزة، يبقى فقط إضافة القليل من الصلصة. هذه بطاطس مقلية، لا أظن ذلك. أما أنا سوف أحضر بطاطس مقلية حقيقية. لكن هذا ليس كل شيء. الآن سأقدم طعماً شهياً حقيقياً من البطاطس المقلية. سأحتاج إلى اللحم المقدد وصلصة. وبالطبع إكليل الجبل المعطر. يا لها من رائحة. بالضبط، لن أستسلم حتى الآن. لماذا لا أستخدم البطاطس من المارميلاد؟ يقولون إذا غمسته في شراب الفراولة سيكون ألذ. رائع، سأبدأ بتجربة البطاطس من المنتصف. جدتي، هذا رائع حقا. أوه، لا يمكنني تحمل إكليل الجبل. أنا آسفة أيها الشيف، لكنني لم أحب ذلك. لكنني أقدر الفكرة مع بطاطس المارميلاد. الآن لا أعرف ماذا سأختار. فلتكن أشد. هاي. هذه المرة أكثر صعوبة. عليكم صنع السوشي. سيتم الأمر. أفضل وصفة. شوسي سوشي؟ نعم، ليس لديهم أي فكرة في القرية عن ماهية سوشي. أنا سأصنع هذا الشوسي الذي لن تحلمون به. السوشي العادي ممل جدا. لدي فكرة أخرى، سوشي من الحلويات. وبدلا من الكريمة الحامضة في الحشوة، سيكون هناك كريمة مخفوقة لذيذة بالداخل مع عين لذيذة. جميل. وبالطبع لن أنسى شراب الشوكولاتة. فكرة مثيرة للاهتمام. سيكون السوشي الخاص بي جاهزاً أيضاً قريباً. الشيء الرئيسي أن أكرر بعض الطهي بعناية. ألا لا شيء معقد؟ لا شيء معقد؟ دعونا نرى ما هو السوشي المثير للإشمئزاز التي ستحصلي عليه. أضيف الصلصة. أنا أعرف كيف أفعل ذلك، هكذا. أوه، ماذا يسمى هذا؟ أفوكادو؟ الشيء الرئيسي هو لف كل شيء بالتساوي. أما مع الجدة بالتأكيد لن تنجح. الآن السوشي مثالي. رهيب، لم أكن أعتقد أن الشوسي سيكون قبيحاً. حان الوقت للف السوشي مع سمك السلمون. الشيء الرئيسي هو عدم البخل مع الأسماك. أقطعه إلى قطع عريضة. ولا أنسى صلصة الصويا. السمك تقولي؟ حسناً، سيتم الأمر. جاهزة؟ أتمنى أن يكون لذيذ. واو، مع الشيف بالطبع تبدو السوشي أكثر جاذبية. لا يمكنني وضع هذا الرعب أمام حفيدتي. يجب القيام بشيء ما. لماذا لا أصنع سوشي من الخيار فقط؟ لذيذ وصحي.
ومقزز. لماذا؟ الخيار مناسب جدا مع السوشي. هأحتاج فقط إلى وضع المزيد من الأرز فيه. غير شهي أبدا. انتظر، لم أنتهي بعد. ها الآن انظروا إلى هذا الجمال. ما هذا؟ لم أرى قط سوشي مع الخيار بالأرز. لا، لن أجرب هذا حتى. لكنني سأجرب السوشي الحلو بكل سرور. لذيذ، لكنه غير مشبع على الإطلاق. بقي مرشحاً واحد فقط. ها هو السوشي الحقيقي. الشكل والطعم. سيدتي الشيف، لقد فزت. شكراً، كان ذلك واضحاً. آمل أن يتمكن كل واحد منكم من صنع كعكة الوافل. سمعت أننا بحاجة إلى البدء بالعجينة. لا أعتقد أنها ستكون مشكلة أبداً. أضيف السكر للتحلية. أحركه قليلاً. روعة. والآن أضيف الدقيق. أوه، أعتقد أن شيئاً ما في أنفي. أهي كعكة وافل؟ لا بأس بذلك، نستمر. هذا الدقيق كاف لصنع كعكة وافل لذيذة. أحتاج فقط إلى مزج كل شيء جيدا. الآن يمكن سكب عجينتي النهائية في جهاز تحضير الوافل. ستكون هذه ألذ فطائر في حياة أختي. واو، حصلت على عجينة لذيذة جدا. والأهم من ذلك، بدون قشر بيض. آمل أن تتحول إلى فطيرة محترمة. الجميع أضاف السكر، لكنني أعلم أن السكر مضر، لذلك سأضيف الكوسة بدلا منه. أو ربما سأصنع العجين بالكامل من الكوسة. علي بشرها على مبشرة ناعمة. جاهزة. الآن أضيف البيض والدقيق بالطابع. أخلط كل شيء جيداً وأضيف القليل من الخضروات للطعم. منظره قبيح جداً. لكن هذه العجينة أكثر فائدة من عجينتك. الآن يمكن سكبها في محضر الوافل. ولا أنسى ضبط الوقت حتى لا تحترق الوافل. نعم، ضبط الوقت فكرة جيدة. أي، أنا لم أضبط الوقت وكعكتي محترقة قليلاً. حار، لكن لا بأس، سوف أخفي مظهرها الغير لطيف للغاية مع الكريمة المخفوقة والتوت وشراب الشوكولاتة. تبدو جميلة الآن. وأنا سأسكب شراب القيقب على الفطائر. قطعة من الزبدة لن تكون زائدة أيضاً. كم تبدو جميلة. وأنا سوف أقوم بتزيين فطائر الوافل الصحية بالأعشاب الصحية. لا أطيق الانتظار للتجريب، سأبدأ بهذا. يبدو أنه محروق بطريقة أو بأخرى. لن آكله. وهذا ماذا؟ مقرف، هذه الفطائر منكهة بالأعشاب والكوسة، أكرههم. وهذه تبدو لذيذة كما أحبها تماما. جدتي، لقد ربحت هذه الجولة. هاي، عملت بجد. نانسي، هل فكرت في الطبق الأول بعد؟ إذن دعونا نرى. إنها معكرونة، طبق رائع. هناك طرق عديدة لطهيها، لذا بريتني. أي أفكار؟ كوني حذرة، بهذا المعدل ستسقطين كل المعكرونة على الأرض. الآن نحن بحاجة إلى الانتظار قليلاً. يبدو أن بريتني لا تعرف ذلك. ماذا ستفعل؟ تقطع المعكرونة مثل العشب. ها
هذا مرعب. نعم جدتي، عليك أن تريها كيف يتم الأمر. هكذا، القليل من الصبر والمعكرونة جاهزة. أوه، هل هذا يسمونه معكرونة؟ لا، هذا لن يفيد. لنأخذ هذه المعكرونة ونرميها في سلة المهملات، هذا مكانها. الآن سأوضح لكم كيف يعمل المحترفون الحقيقيون. نأخذ بعض الدقيق، بيضة واحدة، رشة ملح، والآن المكون السري. ستأخذ عجينتنا لوناً غير عادي، انظروا إلى هذا الجمال. ممتاز، الآن نغطي العجين بغشاء بلاستيكي وننتظر. التحفة الحقيقية تستغرق وقتاً. الانتظار أثناء الطهي عذاب آخر، كم هذا ممل. ها هو المؤقت. حسناً، ما التالي أيها الشيف؟ نمد العجينة باستخدام الشوبك. إنها ليست مهمة سهلة. ما الأمر؟ هل اتسخ وجهي؟ هل هذا أفضل؟ عظيم، حان الوقت لمواصلة طهي تحفتنا. نقطع المعكرونة وأضيف القليل من الدقيق وأرسلهم إلى القدر. مرحبا سيد اخطبوط، أنا سعيد رؤيتك. هذه الاخطبوطات مثالية. الآن أحمصها في مقلاة وأضيف القليل من الكريمة السائلة، أضيفها إلى الباستا الرائعة. ماما ميا، فقط عمل فني، كل ما تبقى هو التقديم. فقط انظروا إلى هذه المعجزة، أستحق الثناء. ماذا؟ كاتشب فظيع. ما مدى اختلاف المشاركين لدينا؟ بريتني ماذا تفعلي؟ يبدو أن المعكرونة خاصتها قد تصلبت، والآن ماذا ستفعلي؟ فكرة؟ المعكرونة سريعة التحضير دائما سريعة ولذيذة. هل سيكون مذاقها أفضل من معكرونة الجدة أو الشيف؟ الآن سوف نكتشف. حسناً نانسي، حان الوقت لتجربة الأطباق. واو، هذه المعكرونة تبدو غريبة، لنجربها الآن. هل هذا أخطبوط؟ فظيع، إنه فقط مقرف. حسناً، تبدو هذه المعكرونة شهية أكثر. الآن سنجرب طعمها. الكاتشب المفضل لدي. نعم هذا لذيذ، لكن تبقى مرشح آخر. إنها المعكرونة الحارة المفضلة لدي. الآن سنجربها. يا له من طعم. هل لدى أحدكم كأسا من الماء؟ أنا بخير، كان ذلك رائعا، إنه الفائز. أحيانا لا يتعين عليك فعل الكثير لتحقيق الفوز. إذن ماذا لدينا هنا؟ شيبس؟ حسنا بالطبع، من منا لا يحب الشيبس؟ سنكتشف الآن أي من المشاركين لدينا هو الأفضل بتحضير هذه الوجبة الخفيفة. بريتني ماذا تفعلين؟ حفيدتي أعطني سأريكي، البطاطس سهلة التقشير بالسكين الخاص. الآن نقطعها، أشعل الموقد، أضع الزيت، ولا ندخر حتى يتم قليل خلقنا بشكل صحيح. أتاري بريتني، لا شيء معقد. حسناً، الآن سنحاول. هل هذا مطر من قشور البطاطس؟ ومع ذلك لا تبدو مقشرة على الإطلاق. هذا أسهل مما كنت أعتقد. ممتاز، نعم أنا محترفة حقيقية. هكذا؟ قالت الجدة ليس علينا ادخار الزيت، أتذكر ذلك. ليس هذا، الزيت مغلي. بريتني اختلطت عليك الأمور، انظري إلى الرقائق الأنيقة عند الجدة. حسناً، كيف حال الشيف؟ لماذا يحتاج إلى الخبز؟ لن تروا مثل هذه الرقائق من قبل، هذه وصفتي الحصرية. أقليها جيداً حتى تصبح مقرمشة، وبالطبع اللمسة الأخيرة هي الصلصة المميزة. الشيف الحقيقي لا يخشى العمل بالنار، انظروا إلى هذا الاتساق الرائع. لكن بالطبع هذا ليس كل شيء، اللمسة الأخيرة قطعة من شرائح الليمون. جاهزة؟ شاهية طيبة. واو، الشيف لا يتوقف عن إدهاشنا، تماما مثل بريتني.
فظاعة؟ كل رقائق بريتني محترقة. ماذا سنفعل الآن؟ هذا مو عيب، ولكن لابد من وجود مخرج. مسحوق الجبن، ربما سيخفي طعم الشيبس المحترق وفي نفس الوقت سيخفي اللون الأسود. يا لها من فكرة رائعة بريتني. شيبس الجدة جاهز أيضا. حان وقت التذوق. واو، الكثير من الشيبس، إنه كالعيد. لنبدأ بهذا، تبدو ممتعة. أي، ما هذا الطعم؟ فو، مقرف. حسنا، لنجرب هذا. تقرمش بروعة. أها، هذه الرقائق غير عادية. كم يوجد جبن؟ ليس سيئاً، ليس سيئاً، لكن هذه الرقائق هي الأفضل. وجد تفوز بفوز مستحق. أتساءل ما الذي ينتظرنا في الاختبار الثالث. واو، إنها كيكة لذيذة جداً، لكن تحضيرها ليس بهذه السهولة. أتمنى أن يكون أبطالنا جاهزين لهذا الاختبار. واو، الكثير من المكونات. بريتني بالكاد تسيطر على نفسها. شاهدي وتعلمي حفيدتي. أولاً نأخذ الكريمة، نضعها على الكعكة هكذا، ونوزعها بملعقة، ونفعل نفس الشيء مع باقي الكيكات. لا أنسى الحواف. لتصبح الكيكة على شكل قلب، نأخذ قالب خاص. الآن الجزء الممتع، نزين كعكتنا بالشوكولاتة. إلى أين ذهبت؟ بريتني، حسناً خذي. أين توقفنا؟ نعم، نقوم بتزيينها بالشوكولاتة على الجوانب، ومن الأعلى نضع الحلويات. كلما زاد عدد الألوان كان ذلك أفضل. انتهينا، الكعكة جاهزة. كعكة جميلة لدى جدة. وماذا يفعل الشيف؟ لصنع الحلويات هناك مهارات خاصة، وستكون كعكتي عملاً فني. الآن سوف أريكم الكعكة التي أحضرها في مطعمي، أسميها قوس قزح الصيف. هكذا. لقد نسيت، لماذا أحتاج هذا؟ صحيح، اللمسات الأخيرة، تزيين الكعكة الرائعة. والآن أصنع غيمة من الكريمة. انتهينا. أعلم، لم تروا شيئاً أفضل من قبل. حتى جدة سعيدة بهذا الجمال. كيف حال كعكتك يا بريتني؟ اهدئي، ماذا فعلت لك هذه الكعكة المسكينة؟ بريتني كالمعتاد لا تتصف بالدقة. الشيء الرئيسي هو أنها تحاول، أليس كذلك؟ انتهيت تقريباً. الآن سنزين هذه الكعكة بشكل جيد. دعونا نحمص هذا الغطاء. ونتجت لدينا كريمة تغطية مذهلة. أملأها هنا. والآن انتباه. واو، كان ذلك رائعاً. الكعكة حقاً تبدو رائعة، لكن يبدو أن هذا ليس كل شيء. بريتني تضيف الكريمة حول حواف الكيك. شهية طيبة نانسي. واو، وكأنه عيد ميلادي، ثلاثة أعياد ميلاد في وقت واحد. لنجرب قطعة من هذا الجمال. واو، طعم مذهل، لكن يجب تجربة البقية. أحب لون هذا الكيك، لنجربه. ليس سيئاً. وأخيراً المنافس الأخير. كم عدد الألوان هنا؟ واو، هذه هي الحلوى المفضلة لدي. يوم يوم، نعم، إنها لذيذة جداً. وأي واحد يجب أن أختار؟ كعكة قوس قزح هي الفائزة. مبروك للشيف، عمل المحترفين. الاختبار الأخير. واو، إنها شوكولاتة ساخنة، أعشقها. ما هو شرابكم المفضل؟ اكتبوا خياراتكم في التعليقات، وربما في الفيديو التالي سيقوم أبطالنا بإعداد شرابكم المفضل. نضيف مسحوق الكاكاو إلى الحليب الساخن، ونرسل أيضاً قطعة شوكولاتة. نمزج كل شيء معاً، والشوكولاتة الساخنة جاهزة. يجب شربها من أفضل كوب بالطبع. كم هذا لطيف، لكن بالنسبة للشيف هذا يبدو سهل للغاية.
الآن سترون كيف تصنع الشوكولاتة الساخنة اللذيذة. نضيف ملعقة قشطة وكريمة مخفوقة، وطبعاً إلى أين بدون المارشميلو، ونرش كل شيء بالقرفة. فوالا، الشوكولاتة جاهزة. ماذا تفعل بريتني؟ يبدو أن لديها فكرة لتزيين الشوكولاتة الساخنة. كريمة مخفوقة، شراب الشوكولاتة وحلويات، هذا ليس سيئاً. لكن هذا ليس كل شيء، اللمسة الأخيرة البسكويت والأنبوب الحلو. يا له من مشروب رائع، عمل رائع بريتني. الآن للتذوق. واو، إذن أولاً أريد أن أجرب هذا. يا له من طعم غني. الآن هذا، يا له من كوب. جدتي، هذا لطيف جداً. أجربه. ليس جيداً جداً. وآخر مرشح لدينا. أيضاً ليس كثيراً. أعتقد أنني أعرف من رابح هذا المشروب. بريتني، مبروك فوزك وأحسنتم عملاً جميعاً. هل أعجبكم الفيديو؟ شاركوه مع أصدقائكم وضعوا أعجابات واتركوا التعليقات. وداعاً، ونراكم قريباً.